عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة عملت الكرشة بطريقة جميلة جدا، بنقول عليها كرشة، بنقول عليها كمونية. عملتها بطريقة جميلة جدا، لو حابين تشوفوا الطريقة الجميلة ديت تابعوا معايا الفيديو. اهلا بكم حبايبي في مطبخ نورة. النهاردة هنعمل مع بعض الكرشة او الكمونية بطريقة جميلة جدا ان شاء الله. مبدئيا حبايبي معايا الكرشة بتاعتي، منضفوها كويس جدا بالشكل دوت كده، بجيبها متنضفة جاهزة تمام. او لو انا هنضفها في البيت عادي جدا، طريقتها سهلة جدا. اول حاجة بنبدأ فيها بنشطف الكرشة تحت المية، تحت الحنفية كويس جدا، وبعدين بننقعها في محلول. المحلول ده عبارة عن ايه؟ ليمونتين كبار، معلقتين من الملح، حوالي بالظبط فنجان من الخل، بنحطهم على الكرشة، ومعاها كمان حوالي 4 معالق من الدقيق، 4 معالق كبار من الدقيق، وبندمج كل الحاجات دي مع الكرشة، وبنسيبها مش اقل من نص ساعة او ساعة تمام. بنسيبها منقوعة كويس جدا عشان تبقى طريقتها جميلة جدا بالشكل ده كده اهوت، زي ما شايفين كده اهوت، بسم الله ما شاء الله، طبعا في منتهى الجمال ونظيفة جدا تمام يا حبايبي. معايا كمان ثوم وفلفل، طبعا ممكن ان احنا بنستخدم الفلفل الحار، وممكن بنستخدم اللي هو الفلفل الرومي، بس يستحسن ان احنا بنستخدم الفلفل الحار، بيطعم لي الكرشة وبيخلي لي طعمها جميل. طبعا معايا كمية من الطماطم، حوالي كيلو من الطماطم، انا معايا كيلو من الكرشة ومعايا كيلو من الطماطم، ومعايا 3 بصلات وسط كده هوت تمام. معايا 3 بصلات، معايا دلوقتي مية على النار سخنة، هبدأ ان انا انزل فيها الكرشة واسيبها شوية، يعني حوالي بالظبط 5 دقايق مش اكتر من كده، وبعدين بتخلص من المية دي تماما، وبعدين بسوي الكرشة في مية نظيفة تمام يا حبايبي. معايا المية بتاعتي على النار كده، ابتدت ان هي قربت ان هي تغلي تمام. هبدا ان انا انزل بالكرشه، بسم الله. طبعا انا مقطعاها الحجم ده كده هو، يعني بتبقى يا دوب على قد اللقمه، ما بتبقاش اكبر من كده. طبعا حبايبي معايا الكرشة بتاعتي بقت بالشكل ده كده هو، خلاص هبدأ ان انا افضي المية من عليها واحط عليها 2 كوباية مية. طبعا حبايبي انا فضيت المية بتاعتي وحطيت حوالي 2 كوباية من المية اللي معايا الكرشة. دلوقتي ابتدأت ان هي وصلت للمرحلة ديت، خدت 3/4 سوا معايا، هنشوف الخطوات اللي بعد كده. معايا الطماطم ضربتها في الخلاط بشوية مية صغيرين جدا، وبصفيها. طبعا اهم شيء ان احنا نصفي منها التفل اللي فيها تماما. ومعايا البصل بتاعي كمان فرمته ناعم، ومعايا الثوم والفلفل فرمتهم ناعم جدا، ومعايا طبعا التوابل الجميلة اللي هحطها في قلب الكرشة. طبعا دي اهم شيء، التوابل ديت ان احنا نظبطها، علشان هي دي اللي بتظبط لي الكرشة وبتخليها لنا ان شاء الله باحلى طعم. اول حاجه معايا بيبقى معايا الفلفل الاسمر، ده اساسي طبعا. معايا الكمون اساسي برضك، معايا معلقه صغيره من الكزبره الناشفه المطحونه، معايا معلقه صغيره من البابريكا تمام، هي دي التوابل اللي هتطعمها لي وهتخليها لي طعمها جميل جدا، ومعايا الملح طبعا اللي هظبط بيه الطعم. طبعا حبايبي معايا الكرشة وصلت للمرحلة ديت، طبعا خدت معايا 3/4 من السوا بتاعها تمام. هبدأ ان انا هشيلها من على النار خالص. معايا حبايبي حل على النار كده اللي هبدأ ان انا اعمل فيها الصلصة بتاعتي، واكمل سوا الكرشة. معايا كمان حوالي 2 معلقة زيت كده عشان البصل بتاعنا، نشوح البصل بس فيه.
انزل بالبصل بتاعي طبعا يا حبايبي. معايا البصل كده يدبل معايا كويس، هبدأ ان انا انزل بالكرشة كده. بسم الله، وفوقيها الثوم مع الفلفل الحراق. هنزل بالطماطم بتاعتي، بسم الله، معايا الكرشة دلوقتي بتغلي بالشكل الجميل ده كده. هبدأ ان انا اديها تقليبة. طبعا انا لسه ما حطيتش التوابل بتاعتي، هبدأ بس دلوقتي هنزل، يعني الكمون مش هحطه في الاول خالص عشان ما يمررش معايا، وهحط معايا كمان نص معلقة صغيرة من السكر علشان الحموضة بتاعت الطماطم. بسم الله، معي نص معلقة او ربع معلقة كده من السكر. طبعا الطعم بتاعه مش بيبان خالص، وهبدأ انزل بالبابريكا. وهنزل بالفلفل الاسمر. وهنزل كمان بالكزبرة. طبعا هخلي الباقي هحطه في الاخر. طبعا الريحة في منتهى الجمال، مجرد ما حطينا الفلفل الاسمر طبعا بيخليلي الريحة جميلة جدا، والبابريكا كمان والكزبرة بتخليلي الريحة جميلة جدا والطعم في منتهى الجمال. طبعا شايفين الجمال يا حبايبي، بسم الله ما شاء الله، حاجة بتتكلم عن نفسها. طبعا حبايبي دلوقتي ما ينفعش ان احنا نحط الكمون في الاول علشان طبعا هيخليها لي تمرر، لان طبعا معروفة ان الكمون لو قعد كتير على النار بيمرر على طول، فطبعا الكمون بنحطه قرب ما بنكون خلاص هنطفي على الكرشة، بنطفي عليها
خلاص بنقوم حاطين الكمون وخلاص تقلب قلبتين وبنطفي عليها. طبعا حبايبي معايا دلوقتي الكرشة خلاص وصلت لكده اهوت، يعني قربت ان هي خلاص ان انا اطفي عليها. ببدأ انزل ببقية البهارات بتاعتي، الكمون والفلفل الاسمر، تمام، طبعا انا محطتش ملح خالص، هبدأ ان انا انزل بالملح بتاعي، يعني هظبط الحوض بتاعها تماما. وهقلبها كويس جدا، وهبدأ ان انا ايه هوطي عليها النار لحد ما تستوي خالص. كده يا حبايبي بسم الله ما شاء الله الكرشة خلصت معايا، استوت وريحتها في منتهى الجمال. شوية التوابل اللي انا حطيتهم في منتهى الجمال مخلينها جميلة جدا، مخلين طعمها جميل كمان، واستوت وبقت جميلة جدا. وعملت معاها رز بشعرية، طبعا الكرشة يتعمل معاها رز بشعرية او رز ابيض عادي جدا. ياريت يا حبايبي لو عجبتكم الطريقة ما تنسونيش في شير ولايك وسبسكرايب وتفعيل زر التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.